ازيك يا حلوة؟ كويسة. ومالك بتقوليها كده وانتي متضايقة؟ اصل انا متضايقة بجد. وايه اللي مضايقك؟ اصل انا لوحدي ومحدش فاضيلي. ازاي بقى؟ هو طنط نادية وام احمد مش قاعدين معاكي في البيت؟ في البيت بس مش معايا. ايوه يا حبيبتي انا معاكي، كملي قولي ايه مضايقك تاني. هو ليه مامي بتاعتي هي اللي راحت عند ربنا؟ يا حبيبتي نحنا مش قلنا اكتر من مره وقلتلك انه كلنا هيجي يوم مهما عشنا في الدنيا دي هنطلع عند ربنا؟ وهي ليه ما اخدتنيش معاها؟ ازاي بقى وانتي تقدري تسيبي ابوكي كده لوحده؟ ما هو ساعتها كان هيجي معانا. حبيبتي احنا مش اتكلمنا برضو اكتر من مره وقلنا ان كل واحد فينا عنده ميعاد عشان يطلع لعند ربنا، ولما يجي الميعاد ده هنطلع عند ربنا وهنشوف الناس اللي بنحبهم واللي سبقونا هناك، مش كده ولا ايه؟ عارفه بس مامي وحشتني قوي، والله وحشتني. طيب يا حبيبتي جمعة انا ارجوكي ما تعيطيش، انا هحاول ارجيلك. اوكي هتيجي دلوقتي؟ ايوه حبيبتي هجيلك بس على شرط ايه؟ تبطلي عياط. ممكن؟ حاضر ما تتاخريش، انا هستناكي تحت. حاضر يا حبيبتي مسافه السكه بس. ثانيه واحده بس. اكسكيوز مي. ايوه يا ريم تقولي ايه اللي حصل؟ طب خلاص روحي لها دلوقتي ومن فضلك خدي العربية بتاعتي ومش عايز مناهدة. ممكن؟ أنا أول ما خلص هحصلكوا على الفيلا. ماشي مع السلامة. ريم أنا متشكر قوي. طيب خلاص نتكلم في الموضوع ده بعدين. مع السلامة. مع السلامة. حبيبة بابي مالك يا روحي؟ انت كويسة؟ ليه بس يا حبيبتي؟ مش طنط نادية معاكي واخدة بالها منك؟ طب اهدي يا حبيبتي اهدي، انا عارف انك كلمتي ريم، هي جاية لك في السكة اهو هتلعب معاكي وتعمل اللي انت عاوزاه، بس لو بتحبي بابي بجد بطلي عياط. طب فين البوسة بتاعتي؟ يلا باي يا حبيبتي. باي باي. اروح ازور مامي تبقي تيجي معايا. تعالي عندي. اكيد يا حبيبتي ساعات اللي بدك. انت عارفه ان انا رسمت لمامي صوره على التابلت؟ والله؟ طب وريها لي. حاضر هروح اجيبه وارجع. مالك يا أصيلة يا بنت الأصول؟ ممكن يا دادا أطلب منك طلب لو سمحتي، تاخدي بالك أكتر من جمانة اليومين دول؟ والله يا بنتي بحاول بس الست نادية مش مدياني فرصة. معلش ظروفه هتعدي إن شاء الله، بس أنت حاولي ولو عايزة أي حاجة تبقي تكلميني على طول. حاضر. لا مؤاخذة أنا ممكن أسألك سؤال؟ أكيد يا دادا اتفضلي. انت ليه بتعملي كده مع جمانة؟ انا كمان ماما ماتت كنت اكبر من جمانة، بس ما فيني خبرك قديش اتضايقت وقديش كنت بحاجة لها وقديش فقدينا اثر علي. انا كنت كبيرة ما كنت صغيرة كيف جمانة. مش قلتلك بنت اصول؟ ان شاء الله ربنا هيسعدك ويرضيكي.